بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم إن شاء الله الموضوع ديالنا حول المشاكل ديال مرض الزكام أو ما يسمى بنزلات البرد أو الرشح. هذا المشكل هذا اللي كيعاني منه الكبير والصغير على حد سواء، ما كانش مننا اللي ما سبقش ليه عانى من هذا المشكل. هذا المرض هذا مرض بسيط، ولكن في بعض الأحيان كيكون مزعج، خصوصا في فصل الربيع وفصل الشتاء. بما أننا على دخول أبواب فصل الشتاء، قررت أنني نشارك معكم التجربة ديالي. انا بصراحه هاد الشيء اللي عندي في العمر ديالي عمرني ما خديت دواء الطبيب على هاد على الرواح ولا على مرض الزكام، فقط كنستعمل هاد الوصفات اللي غنشارك معكم دابا. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو تقديم وعمل الوصفه الاولى على بركه الله. غنحتاج الى فص من الثوم، غادي ننقيه ونغسله مزيان، وغناخد واحد الحكاكة تكون رقيقة ونحكو فيها. وغادي نحتاج إلى ليمونة حامضة، غناخد فيها الثلث فقط، نقطعها طريفات صغار. غادي نحتاج هاد الليمون الحامض بالقشور ديالو. غادي ناخد إناء وغادي نوضع فيها هادوك الطريفات ديال الليمون الحامض، وغادي نضيف عليها هادك الثوم اللي سبق لي حكيت في الحكاكة، وغادي نضيف عليها ربع لتر من الماء على درجة الغليان، يكون طايب ونخليه جانبا حتى يدفى، ما يبقاش سخون بزاف حتى نقدروا نشربوه. وغناخد واحد الملعقة كبيرة من العسل، عسل طبيعي، عسل النحل، خلطهم جيدا وناخذه على 3 ديال المرات في اليوم، كأس صباحا وكأس في وسط النهار وكأس عند النوم. هذا بالنسبة للكبار، للناس البالغين. بالنسبة للأطفال ياخذوا نصف الكمية، نصف كأس صباحا ونصف كأس وسط النهار ونصف كأس عند النوم. الوصفة الثانية غنحتاج فيها إلى كأس من الزعتر، كأس مملوء من الزعتر. غادي نقيوه مزيان ونغسلوه طبعا، ونوضعه في إناء قابل للطبخ، ونوضع عليه نصف لتر من الماء، ونوضعه على نار مهيلة ونخليه تقريبا من 8 دقائق إلى 10 دقائق. ثم نزوله من فوق البوطة، من فوق النار، ونحطه جانبا حتى يبرد شوية، ما يبقاش سخون بزاف حتى نقدروا نشربوه. ونوضع عليه ملعقة من العسل، يؤخذ أيضا 3 مرات في اليوم، كأس صباحا وكأس وسط النهار وكأس عند النوم. وطبعا الأطفال تؤخذ نصف الكمية، نصف كأس صباحا، نصف كأس عند وسط النهار، ونصف كأس مساء. غندوزو الوصفة الثالثة والرائعة والأخيرة. هاد الوصفة هادي اللي ما كتخطانيش في المنزل ديالي. هاد الوصفة كانت كتستعملها لنا الوالدة ديالي، الله يخليها لنا ويطولنا في العمر ديالها. فهاد الوصفة غادي نحتاجو إلى ربع كيلو من الزنجبيل، يكون طري خضر. غادي بعد ما نقيوه ونغسلوه مزيان، ناخذ واحد الحكاكة رقيقة ونحكو فيها رقيق. وغنجيبو واحد القارورة من الزجاج، تكون طبعا مغسولة مزيان ومعقمة. وغادي مثلا إلا استعملنا ربع كيلو، أنا عطيكم المقادير، ويمكن لكم ضعفوا الكمية ويمكن لكم تنقصوا منها. المهم كل واحد والمقدرة ديالو وداكشي اللي متوفر عنده والاحتياجات طبعا ديالو. غناخذ داك الزنجبيل او سكينجبير بعد ما حكيناه، وغنوضعوه في هذيك القاروره ديال الزاج، وغنغطيوه بالعسل.
إلا استعملنا مثلا ربع كيلو من الزنجبيل، غنستعملو نصف لتر من العسل. العسل طبعا يكون عسل حر، عسل نحل، غادي نصبوه على هذاك، غنصبوه على هذاك الزنجبيل ونخليه جانبا من 10 أيام إلى 15 يوم. هكذا كانت كتوجد لنا الوالدة ديالي الله يخليها لينا، كتخليه ما بين 10 أيام إلى 15 يوم. بعد مرور المدة المطلوبة، كتاخد واحد الصفاية وكتصفيه فيها وكترجعو للقريعة ديالو وكتحتفظ به. فهاد الأثناء كيكون الدواء ديالنا جاهز للاستعمال. طريقة الاستعمال، كناخدو كأس ديال الماء يكون دافي وكنوضعو فيه ملعقة كبيرة من هاد الدواء هذا، ونحركو جيدا وناخدوه مرة قبل الفطور ومرة قبل الغداء ومرة عند النوم. بالنسبة للأطفال ياخدوا نصف الكمية كالعادة. هذا الدواء له عدة فوائد للصحة، من غير أنه كيعالج الزكام، عنده عدة منافع للصحة، مضاد حيوي فعال للجسم وكيسخن الجسم، وحتى الناس اللي كيعانيوا من مشاكل الصدر، هذا الدواء كينفع. هذا الدواء كيعالج جميع مشاكل الصدر للناس اللي عندهم تعفن في الصدر ديالهم، ولا الناس اللي عندهم حساسية ديال الصدر، والناس اللي كيعانيو من مشاكل ديال البلعوم، وحتى الناس وحتى وكينفع وهذا الدواء هذا كينفع في مرض اللوزتين. الناس اللي عندهم الوليدات ديالهم كيعانيو من مرض اللوزتين، هذا الدواء كينفع، ولكن بواحد الطريقة أخرى إن شاء الله. من بعد غنعطيكم كيفاش تستعملوه. كيف ما قلت لكم، هذا الدواء عنده عدة منافع الصحة ومضاد حيوي فعال وكيسخن الجسم وكينفع في جميع مشاكل الصدر. بالنسبة لطريقة الاستعمال هذا الدواء لعلاج اللوزتين أو الحلاقم، كناخد واحد نصف كأس من الماء الدافي ونضيف له ملعقة صغيرة من هذا الدواء، ونزيد عليه واحد نصف ملعقة من عصير الليمون الحامض، وناخدوه من 3 المرات إلى 4 المرات في اليوم. هذا الدواء هذا ما تسنوش تكونوا مرضى عاد تبقاو تاخدوه، خدوه كوقاية، لأن هذا الدواء كما سبق قلت لكم عنده عدة منافع للجسم، وكيقوي المناعة وكيسخن الجسم وعنده بزاف ديال المنافع الصحة. انا متأكدة هاد الوصفة، هذا الدواء هذا الا جربتوه ما غاديش تبقاو ان شاء الله تستغناو عليه في البيوت ديالكم، في المنازل ديالكم، لانه دواء جد جد رائع، وجميع المكونات اللي فيه مكونات رائعة وفعالية ديالهم جد جد رائعة. بغيت نوضح واحد النقطة. هاد الوصفة الأخيرة الناس الكبار اللي ياخدوها قبل الأكل، الناس الكبار ياخدوها قبل الأكل، أما بالنسبة للأطفال ما ياخدوهاش، على المعدة ديالهم فارغة ما ياخدوهاش، والكريشة ديالهم فارغة حتى يكونوا واكلين وشبعانين، وياخدوا نصف الكمية، ياخدو معلقة صغيرة فقط نصف الكمية. أما بالنسبة للناس الكبار ياخدوها قبل الأكل، وكما قلت ياخدوها الأطفال ياخدو غير نصف الكمية. وإلا قلت الأطفال ما كنهضرش على الرضاع، الرضاع ما ياخدوهاش، ياخدوها الأطفال فوق 5 سنوات 6 سنوات. واخا هي راها بمكونات طبيعية، ولكن الزنجبيل مجهد على الأطفال الرضع والصغار بزاف، ياخدوها اللي فوق من 5 سنوات 6 سنوات. هي راه ممتازة بالنسبة للكبار وللصغار، ولكن الصغار بزاف من أحسن ما نعطيوهاش ليهم، نعطيوها للأطفال فوق 5 سنوات 6 سنوات، هما اللي مزيانة ليهم.
المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي لايك واشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع عدد كبير من الناس اللي تعم الفائدة. وشكرا لكم، ونتلقى ان شاء الله فيديو قادم بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.